السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي عاوزة تشوف العلبة بتاعة الورنيش الروبيرلو، زي ما احنا شايفين ورنيش اتش اس ليها طلب عن علبة مصلب. الرقم بتاع علبة المصلب مش عارف كام، بس اكيد يعني هتلاقي مصلب سريع ومصلب بطيء. ده ورنيش بتخف 2:1 اتش اس كلير كوت، يعني هو المفروض ان هي صلابه عاليه. يعني روبيرو طبعا بتعمل حاجات تانية غير الورنيش، يعني مش وتقريبا لها سيستم كامل في دهان السيارات الوان وكده، وبتعمل احيانا الفوم تيب وممكن انواع اللزق. ده رقمه 150 اتش اس، 100 الخف بتاعه 150 10 25 2:1 5 ساعات. خمس ساعات دي يعني تقريبا يفضل صالح للاستخدام 5 ساعات من مرحلة الخف يعني، بس ده برضك يعتمد على درجة الحرارة يعني، أو ياخد 5 ساعات قبل ما ينشف في العلبة اللي هيتخف فيها. الفلاش تايم بتاعه بيكون من 5 لـ10 دقايق، التينر قبل ما يتبخر يعني تقريبا هم يقصدوا هنا، بيترش من 2 لـ3 وشاش بالمسدس اهو. هنا عندي درجة حرارة 20 أو 60. هنا حاطط شورت اي ار اللي تقريبا يقصد هنا الانفراريد الاي ار يعني. ما علينا، ماشي. 15 دقيقة عند درجة حرارة مش فاهم ايه دي بصراحة. هنا بيقول هنا بياخد 3 ساعات، 3 ساعات عند درجة حرارة 20 عشان ما يبصمش يعني، تقريبا يقصد هنا بالصباع هنا التبصيم يعني. وكان في فرق على فكرة، ان شاء الله نعمل لكم حلقة الفرق بين التبصيم والتلزيق. احيانا الورنيش بيبصم ويلزق، التبصيم بيكون مصلب قليل في الخامة بياخد وقت عبال ما ينشف، والتلزيق بيكون مصلب زيادة في الخامة فبيحصل زي التلزيق كده، بتصنفره او تلمعه ان شاء الله يروح معاك يعني، ولكن بيكون مصلب زيادة التلزيق ده. او بيقول لك هنا عند درجة حرارة 60 ياخد 25 دقيقة، يعني وقت اقل عشان ما يبصمش معاك يعني، يكون ضد التبصيم او حاجة. او هنا عند الانفرا من 5 لـ10 مش عارف دقايق ولا ساعة، اللي هو الانفراريد ده. هنا بيقول لك بعد ما ينشف بقى بياخد 5 ساعات. بس هو الجفاف برضه بيعتمد تقريبا على نوع التينر، هل هو تينر سريع تينر بطيء، والمصلب نفسه يعني، برضه الحاجات دي مربوطة بالنوع التينر كان سريع او بطيء، والمصلب سريع او بطيء. اللي اشتغل بالخامة دي يا ريت يسيب لنا في التعليقات النشرة الفنية بتاعتها، يفيد اخواته يعني، يجيبها بقى من على النت او ينزلها في تعليق كده، ان شاء الله نثبت التعليق بتاعه، ينزلها لنا كده، يجيبها يجيب الداتا شيت بتاعته وينزلها يكتبها ونثبت تعليقه بامر الله. هنا بيقول لك هو هنا ده هنا يقصد اللي هو يعني ايه، بيقول لك جاهز ان هو ايه تركب بقى الحاجه اللي هترشها. هنا بص بيقول لك الصدام، وده جسم عربيه من ورا. بصراحه انا ما يعني اخ ليا هو اللي نبهني للصوره دي، انا ما كنتش فاهمها بصراحه، ولكن هنا اللي يقصد اللي بيقول لك تبدا تركب الاكسلام على العربيه بعد 5 ساعات، وبعد 7 ساعات تبدا اللي انت تلزق التيب على الورنيشه ما تبصمش، ولكن برضك يرجع لنوع التنر والمصلب. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد، واللي عنده الداتا شيت بتاعه المنتج ده والتفاصيل بتاعه الحاجات دي يكتبها في التعليقات، وان شاء الله نثبت تعليقه عشان اخواتنا يستفادوا معانا. ما تنسوناش في الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.